نسعى دائما لتقديم التجربة الأكثر متعة وملائمة لعملائنا في المنطقة، وسواء خلال تطوير منصة التلفزيونات الذكية أو خلال تحسينها، لم نلجأ إلى التضحية بأي ميزة على الإطلاق، ونتيجة لذلك نحن على ثقة من أن طرازاتنا للعام 2013 والتي يتحكم بها العملاء بشكل بديهي من خلال جهاز التحكم السحري ستتجاوز كل التوقعات، وتظهر أن LG ارتقت كثيرا بقطاع أجهزة التلفاز الذكية، ونحن نطلق تشكيلة أكثر تطورا من أجهزة التلفاز الذكية لعام 2013 هو الجهاز LA8600 قياس 55 بوصة الذي يقدم أفضل تعريف لمفهوم التحكم الذكي. تحرص شركة LG دائما على الجودة العالية في الصورة والصوت، حيث أطلقنا سابقا الشاشة الأكبر لدى LG وهي Ultra HD بقياس 84 بوصة، وأيضا الشاشة الجديدة LA8600 قياس 55 بوصة الذي يقدم أفضل تعريف لمفهوم التحكم الذكي، وذلك من خلال صفحته الرئيسية المحسنة والتي تتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى برامجهم المفضلة والمحتوى الغني والمحلي. ويضم الجهاز قدرات التحكم الأساسية لجهاز التحكم السحري، أي التعرف على الأوامر الصوتية والإيماءات وحركة العجلة والتأشير. إن نظام التحكم الذكي وجهاز التحكم السحري من LG يجعل أجهزتها متميزة عن كافة الأنظمة الأخرى، ويسمح للمستخدمين بتوصيل أجهزتهم اللوحية والهواتف الذكية والأجهزة المحمولة عبر واي فاي، حيث يمكنك عرض محتواها بالكامل عبر الشاشة الذكية. وأيضا قمنا بإضافة خاصية التخزين السحابي، أي يمكنك تخزين مقاطع الصورة والصوت والأفلام عبرها واستعراضها على الشاشة الذكية بأي وقت. وأيضا تستعمل أجهزة التلفاز الذكية السينمائية ثلاثية الأبعاد من LG تقنية FPR للارتقاء بالمشاهدة ثلاثية الأبعاد المريحة إلى أعلى مستوى ممكن. وقمنا بإضافات تطبيقات جديدة كثيرة باللغتين العربية والإنجليزية، يمكنك الاستمتاع بها، ويمكنك أيضا التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر.